محمد شريف ناصري من ولاية ورقلة. بدأت أتعلم القرآن الكريم وأنا في السنة الرابعة، ختمته الحمد لله في السنة الحادية عشر، وها أنا ذا أتقنه وأحفظه كاملا. كان الشيخ يحرص علي كثيرا بحفظ أوقات غير أوقات الدراسة، يعني أوقات الفراغ. وفي الصيف الماضي ذهبت إلى أدرار في الزاوية، مكثت هناك شهرين داخليا، يعني قرأت القرآن الكريم وحفظته وأتقنته، وقرأت بعضا من المتون العلمية والفقهية. كنت أتحصل على المراكز الأولى في الولاية، مراتب الأولى والثانية، وشاركت في المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحافظة الهامش الدولية في الجزائر في رمضان، تحصلت على المركز الثاني. روح تسمو طهرا، شجعني على حفظ القرآن الكريم والدي بالأخص الأم، شجعتني على حفظ القرآن الكريم. وأبي كان حريصا علي بشراء الكتب واللوح والأقلام الكتابة. وأشكر الشيخ الدوي هشام والشيخ الدوي محمد تركي لأنهم شجعوني على القرآن الكريم وحفظوني إياه منذ كنت صغير. روح تسمو طهرا، اخترت مسابقة مزاوير داود لأنهم فيها مشايخ جيدين وجوائز قيمة وتحفزني على الارتقاء أكثر في ميدان القرآن. جهز نفسي لمسابقة مسابقة مزامير داود بقراءة القرآن ومراجعته وجعل ورد يوميا والمواظبة بين الدراسة النظامية والدراسة القرآنية. إن شاء الله أن أكون شيخا في علم القراءات وفي علوم الفقه، أصبح إماما تقتدي به الناس.